عسلامة مسيو. عسلامة عايشك. لاباس عليك؟ الحمد لله صافا. قدم لي روحك. لاباس ومش لاباس. لاباس ومش لاباس، بيتونجي الموضوع هذا. قدم لي روحك. بنيحية من جابس وجيت لك. تحية لأهالي جابس. بارك الله فيك، عايشك مرسي. وأنا نعمل في دورة وعندي قضيات وراق وشوي منها وشوي منها وكا ونقضي في أموري. حسب ما فهمت من كلامك في الأوف قلت لي تحب تحكي على الوضع العام. وخاصة الخدمات اللي تقدمها الإدارة التونسية. الخدمات أنا أول مشكلة صار أي مشكلة صارت لي الصباح، جيت في التران وقصيت تيكي على روحي وموري واضحة، ومن بعد شدني كنترولير في معناها كي هبط، فهمتني؟ مش عارف عندهم لجنة معينة ولا ما نعرفش عليهم. ديجا قلت له حاكم، قال لي مش حاكم، وباش نحاسبه بالتيكيات وتخلي بالموضوع هذاك. والكنترولير معايا اللي عمل لي البصمة نتاع الستيلو، قلت له معلم راهو قاس سافا، ما طيشتها تيكي، سبحان الله واحد يهبط من التران شو باش يعمل بها تيكي؟ خلاها في جيب. قال لي لا انت مرسكي وترى شنو هو الحصيل، مشيت الشرطة نجده سلكت اموري هذا باش تعرفي ان هذه البدايه ومازال من الاخر. والوضع العام بالنسبه للبلاد هذه بهي منتش قرع، حتى سامحني في الكلمه لفظه راي ما تجي حتى شيء، اما راي كبلاد سيء من الاخر. من نجول الخدمه الساعه الخدمه نقصت برشا برابور بقبل، كان فما شوانت، فما في الدومين يدور، فهمتني؟ انا دوماني سودير، فهمتني اختي؟ نحكي على دومين توي، كما عادش لا فما خدمه لا عاد. والغلاء تحط على يدك نار، معناها كان باش تشري حتى اللبسه نتاع الواحد ما عادش لاحق عليها، فهمتني؟ ابار المعيشه ما نحكوش على المعيشه، راهو ال 150 وال 200 دينار انا والله وصلت مره كليتهم 150 دينار في نهار، مشيت فهمتني؟ ونجول الدويات والعدوات، انت عائله فيها خمسه سته من الناس برب، ايش يا معلم قديش منين تجيب هالفلوس؟ طبقه ولد في السماء وطبقه هم خمسه كلوشرات يحكموا فيها تونس وعدا، هيك راني ما مستعد باش نحكي من الاخر. هذا رايك، هذا انت حر. خمسه كلوشرات يحكموا فيها تونس، شنو هو هذا؟ رجال اعمال وهم اللي يتصرفوا في كل شيء، يطلع ويهبط في الاسواق كما يحب. انا اخويا توجيه السي قيس سعيد اخويا يشوف حل الموضوع هذا، وكو راهو برجوليه كما تكبسش روحك، معناها تكون عين حاره، معناها عين حاره. خلاف التران اللي المشكله الساعه وين وصلت في التران؟ مشيت لشرطه النجده هذاك، مشيت للدوريه حكيت لهم الموضوع، قالوا لي معناها برا شرطه النجده. يعني انت اعتبارها ما قصيتش و يعطيك الصحه. شنو هو اللي نفعني؟ ان السيد هذايا الكنترولير اللي طلع معنا من جابس حاضر على المشهد، وقال لهم سافا قص، وقالوا لي برا على روحك، فهمتني؟ برا سافا مريقل، اما خايف الخطيه باش تتعدى خاطر هزها البطاقه، ما معاش عندي فيهم ثقه، عرفتي؟ توا بلاد بتاع سرقه بتاع تحيه، ندرى لي انا خويا نخرج من ثم عدا الخطيه، فهمتني؟ وش يقول لك؟ ربي يهدي العباد وربي يهدي الناس كل، وان شاء الله بلادنا تتحسن خير وكاو، فهمتني؟ خاطر بلادنا راهي سيئه عليها بصراحه. وكي جيت تحضر في الاوراق نتاعك في تونس، ما معناها ما لقيتش مشاكل في الاداره التونسيه ولا عاج؟ انا ما عندي حاجه بسيطه، انا عندي برمي انترناسيونال، خويا مشيت رجلت ما بطيتش ما قعدتش حتى نص ساعه، وتكرمت معايا البنيه اللي تخدم في الاداره، نسخت لي الوثائق وركحت الامور كلها بحكم حاسه بالوضع نتاع جاي من الجنوب وبعيد وما كثرت. يرحم والدها. هذه الحاجه اللي يعانيوها معناها اللي يسكنوا بعاد، انه باش يحضر ورقه ولا حاجه مهمه يجي لتونس. توا جابس، مدنين، تطاوين، بنقردان، راهي ودي رانا توانسه كلها يا معلم. ماذا بيكم لو كان عندكم حاجات في جابس، عندكم حاجات في مدنين، عندكم في شيء معناها على برمي، شنية نسخه من البرمي وربع وزوز تصاور، سامحني مش اربعه تصاور، واستماره باش نعمرها نجي عليها لتونس. فترة وبيت ليله كامله ثمانية سوايع، وانا هو ترى هذاك ترى كان يهزوا فيه في الحمل البقري قبل ولا بالرسمي نحكي لك، ترى برويطه مش ترى من ترى معناها مش هكا مش كسر بالار و مش مترفه، مش مترفه في بلاد بتاع ترفه هذه. انا نحاول نخبط في الحرقه تو، ايش فيك بتعمي؟ اقسم بالله نقف فضوة باش نهج، راني هكا حد ما نجري. انا نورمالمون اليوم نحكي لك حكايه، نورمالمون اليوم حنتي وامس صدق قبل على الزواج صار انت وما كتبش المكتوب لبنيه كهو ما هو ما كتبش المكتوب ولا اجلته؟ لا ما كتبش المكتوب، فما صار مش خلاف هذا. علاش انت ستريسي هكا امورك سبب با ملخ عندك الحق، فهمتني؟ اما شنو راني ايش عندكم بعضكم الساعه؟ عام ونص، عام وسبع شهور هكا، سبع شهور. وكان هذه البريود، هذا الدات نتاعكم في البريود مشينا كهو عرسك البارح؟ عرسي البارح وعرسي والليله حنتي، فهمتني؟
ما انا نبدلوا في الجو وجينا وكهو الحمد لله وكهو صح ان شاء الله اللي جاي خير وان شاء الله بالك فيها خير وكهو مكتوب صحة البدن مفيد لباس وكاين فايدة راه صحة البدن اما راهو من الاخر راهي بلادنا على الحديدة يا ناس يا بشر يا حكومة يا مش عارف ترى شنو خويا تصرفوا تصرفوا وقفوا الشعب هذا شعب راهو يا دي قحة مطالبكم المطالب نتاع الشغل المطالب نتاع الإدارات حسنوا الإدارات حسنوا المعاملة نتاع الناس سبيطارات زاد الصحة التعليم التعليم مش سد زحتي مش تحكي تو مش نجي انا نذم الاساتذه كل حاشا ما يستاهل فما حتى كي نحكيو مش الكل ما مش الكل 800 معلم مليون 800 وجيت عمل جراف على شكون؟ شنو في التعليم صارت برشا مرات في التعليم كل واحد قداش يخلص مش الكل فرد نورمالمون مش الكل اما من مليون و200 لمليون 800 يا خويا على الاقل حسنوا الوضعيه شوي عليه بربيك تلامذة يبقوا وهي كورونا راه كسرت الناس كلها معنا كورونا هذه موبقة بالرسمي معنا ما خويا شوفوا حل البلاد يا معلم ما قلتش منها راه قيس سعيد قاعد يخدم على روحه والله لكن يخلوه يخدم وانسان صالح في مخه وفي حياته ومع الشعب زاد الشعب كله يحب فماك البربشة اللي نقوله نحن انا قاعدين يبربشوا على السياسه وعلى الجو هذاك كله ما نسمعهم اما هو كرجل رجل صالح شنو جيستي خلوه يخدم وهو زاد يكون حار معناه حار راه بلغتنا نحن جماعه الجنوب فلفل من الاخر شنو ابي نبعدوا شويه على السياسه شنو اللي يميز جماعه الجنوب جماعه الجنوب تحيه لجماعه الجنوب الكل تحيه لهم تحيه لجماعه الشمال والوسط والشرق تونس كامله تونس كل رانا تونس مفيد في الاخر عالم واحد يلمنا فهمتني جنسيه واحده شنو جماعه الجنوب انا قاعد فينا كالعادات وكالحشمه وشوي منا وشوي منا اما بدت نحرف راي جماعه مش كلنا بدت فما شويه انحراف الحكي كيفاش انحراف انحراف من ناحيه الهندامه نتاع ما عادش محرحر انا الجنوبي ما عادش محرحر مش الكل اما فما توا نسبه 30% اللي بردت خاطر 90% ولا معنا 90% راهم سافا مرقلين ولا 80% اما البقيه كلهم بردوا يا حسره جماعه الجنوب قبل كي تلفت لك على المراه تفهم الراجل والراجل يفهم المراه بالخزره بركه مش بالعنف ولا فما حاجات ما نقاط ما يفوتوهمش توا تبدلت المعطيات ولت الموضه ولت التلفزه ولت برشا حساب الانترنت زايده فهمتني والتيك توك هذاك عاد ناس سي فض اما كم ما زاد راي فما عندنا عائلات تتفرج في التلفزه زاد التلفزه راي حتى هي مش كلها راي مريقل راهو فما اللي يتفرج مع امه فما اللي يتفرج مع ابوه تحشموا شوي في اللبسه برجوليه في خسرتوه في اللبسه توا بيناتنا نحكي شباب ما نورمال معنا واحد مشي قديش مشي تصمت صمت صمت وما عادش فيها يا معلم شنو ربي يهدي الجميع يهدي ما فما شوي احترام ميرسي بوكو مرحبا بك في تونس خلي لك كلمه الختام ان شاء الله بلادنا تتحسن احسن ومن احسن الى احسن كما يقولوا فيها وان شاء الله كل عام خير من عامك امين يا رب ان شاء الله شكرا بركة.